الله الرحمن الرحيم. ده تاني قص حلبي بالميات، مستوى محترم، وش قصير، وما شاء الله عظام طويل، ما شاء الله عندي منتجين جدا جدا والله العظيم، يعني معاهم ما شاء الله زغللهم اهوت عشان بس الشمس، ما شاء الله يبقى عيالهم بيبقى كويسين باتش كده، وما شاء الله بيبقوا محسوا جنبهم على طول، ما شاء الله يعني بالضمان. يعني وفي اي حمام من اللي انا بعرضه مش ما حساش عند اي حد يلزمني تاني. القص ده بزغليله اخره 150 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وده ارضك قص زواجي من الزواج المحترم والله. ده برضك ما شاء الله، ده الدكر ما شاء الله، دي الطيرة تاخد بالك، حتى الزق باين على وشها اهوت، ما شاء الله مستوى محترم جدا جدا. ده الدكر، ودول ما شاء الله زغلين برضك ولادهم ما شاء الله. يعني انا بعرض عيالهم معاهم عشان خاطر برضك يعني ايه حضراتكم تبقى عارفين برضك ان ده يعني ايه، ومتدبلين برضك حمام ما شاء الله كله متدبل اهو مع حضراتكم. القص ده برضك ما شاء الله يعني من الاصول المحترمه، الحمد لله يعني فضل ربنا الحمام اللي موجود عندي حمام كله تمام. ده الدكر، ودي الطيره، ودول ولادهم، دول اخرهم 200 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اول عرض قص زاجل محترم، ومعاه الزغاليل بتاعته ان شاء الله، زواجل من المحترمه وزغاليلهم معاهم هم. ان شاء الله مستوى محترم جدا. انا ببيع الحمام لسبب ان انا مش فاضي والله، بس هو ده السبب الوحيد، انما انا الحمام ما شاء الله عليه بصراحه، حمام منتج ما شاء الله، والقص كبار ما شاء الله على وش ان هم يحسوا. يعني ده الدكر، ودي النتايه، ما يعني الكاميرا مش عارف اصورهم زي الناس، بس هما ما شاء الله اللي هيشوفهم على الطبيعه مستواهم ما شاء الله. الذكر اللي هو قدامي ده ما شاء الله، ونتايه اللي هي الثانيه اللي هي مداني ظهرها دي ودي الطيره. ده اصل سعر نهائي فيهم 250 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وده معايا تالت عرض ما شاء الله، قص شقلباز بلوميات من المستوى العالي جدا، معاه زغلوله مع قدام حضراتكم كده احمد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الطيره ما شاء الله، انا يعني خريطهم بردك عشان خاطر بردك، بس هم ما شاء الله من الحمام المنتج، وحمام ما شاء الله يعني نتج عندي انا يعني ما شاء الله. وده الدكر، مستوى ما شاء الله مستوى عالي جدا جدا، من الحاجات يعني اللي هي بصراحه كويسه عندي. عم ما شاء الله عندي كله ما شاء الله والله تصفيت سنين، يعني انا يعني تعبت جدا قبل ما صفيت الحمام دوت، يعني للدرجه اللي هي الدرجه النظيفه اللي هي فيه دي. ده ما شاء الله الدكر مستوى جدا عالي، شرباته ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني مش طبقه واحده، لا ما شاء الله تلات طبقات فوق بعض ما شاء الله. الطيره بتاعته اهيت بردك مخروطه، ومعاهم زغللهم ما شاء الله، بيجيبوا زغليل والله ما شاء الله مستوى عالي جدا جدا. يعني دي الطيره ما شاء الله، ده الدكر بتاعها. دول
دول برضك يعني عشان برضك يعني ده كلامنا صادق برضك، انا برضك 150 جنيه برضك بزغلوا لهم اخرهم برضك. وده برضك تصوير تاني برضك اهوت، عشان حمام انا نقله برضك عشان اصوره في مكان تاني، فهو الحمام مش واخد راحته، انما انا مش ده مش ده مكانه، ده مكان انا بصور فيه على اساس برضك ان ايه يعني ايه تبقى انت فاهم ان الحمام مش واقف واخد راحته برضك. ده زغلوا لهم محمد، الحمام ما شاء الله كله بالضمان شغال، بس ده سعر نهائي فيه مطلوب في 150 جنيه محصي بحالهم بزغلوله قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا برضك عرض محترم جدا، قص كليزر من الكليزرات اللي هي مش موجوده ان شاء الله. الطيره ديت دي الطيره حجم محترم جدا جدا يعني ان شاء الله، ويطلعوا زغاليل بفضل الله يعني مش موجوده ان شاء الله. دي طيره انا اول ما ربنا كرمني وطلعت عندي الطيره ديت انا كنت مفكرها ذكر، لحد ما حست وما شاء الله يعني معاه ذكر محترم برضه. وده بسم الله ما شاء الله ده ذكر بتاعها، ذكر ما شاء الله عليه يعني ذكر من الحامد جامد جدا يعني، هو باين قدام حضراتكم ان شاء الله يعني. قص ده برضك ان شاء الله يعني من الاصوص اللي هي محترمه جدا، وحمام يعتبر حمام مش حمام حمام تقيل. ترى قدام حضراتكم اهيت والله اللي انا كنت مغشوش فيها في الاول كنت مفكرها ذكر، بس هي ما شاء الله حصت عندي برضك ومطلعه برضك 20 حلوين برضك ما شاء الله ان شاء الله. ده الذكر قدام حضراتكم ودي الطيره نهائي في القص ده 150 جنيه. وده الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم. برضك معايا قص ان شاء الله كليزرات من الحمام برضك المحترم جدا بسم الله الرحمن الرحيم. دي برضك الطيرة ان شاء الله، ده ان شاء الله الكتل بتاعها ان شاء الله يعني حمام مستويات ما شاء الله محترمة. مش عارف اصور الحمام والله العظيم، بس هو الحمام يعني ما شاء الله اللي هيشوفه على الطبيعه والله العظيم حمامك منه مغير بس مكانه، فهو مش دي الطيره قدام حضراتكم وده الذكر بتاعها ما شاء الله. عاوز اغدلهم اهوت برضك القص ده ما شاء الله يعني قص بردك من القصص المحترمه جدا. انا مش عارف اصور خلي بالك والله العظيم يعني حمام بردك مش واخد واخد اللقطه الصح بتاعته. ده الذكر دي الطيره ما شاء الله زغلول، ده بردك سعر نهائي ليهم 150 جنيه. دي الطيرة اهيت ده الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. معانا برضك عرض تاني فيه ما شاء الله حماس زغليل. ان شاء الله زغليل قدام حضراتكم اهوت. زغليل من مستوى محترم جدا، كلهم ما شاء الله متدبلين ما شاء الله. يعني لسه عندي مستهج قالب بيه كده حمده، لسه ما شاء الله يعني حمام محترم جدا. دول خمس زغليل مستوياتهم قدام حضراتكم اهوت ان شاء الله. حمام قدام حضراتكم ان شاء الله اهوت، مستويات محترمه جدا جدا يعني. دولت ما شاء الله خمس زغليل، خمس زغليل دولت مطلوب فيهم سعر نهائي 250 جنيه قدام حضراتكم. الاسعار دي والله العظيم يعني ما شاء الله اسعار بردك انتوا اللي هتحكموا عليها بقى، مش انا اللي هحكم عليها. ده ما شاء الله بردك، ده قص بردك، قص بردك شغال، الحصى بتاعه تحت منه بالضمان. الحمام ده كله ما شاء الله بالضمان. ده ما شاء الله ده الذكر ما شاء الله عليه يعني، ودي الطيرة بتاعته. الحمام ده كله بتاعي ما شاء الله يعني، طلع عندي انا في مكاني يعني، مش الحمام ده انا مش شاريه ولا حاجه. ده ذكر ما شاء الله، ذكر محترم مستوى عالي جدا، دي الطيره بتاعته ما شاء الله يعني، محسيه بيضه واحده وفضل حسوه تاني يعني. القص ده حمام يعني ما شاء الله، اقسم بالله حمام انا كان نفسي ان انا، بس يلا الحمد لله مفيش نصيب. ده الذكر وده الطيره، دول برضك اخرهم 150 جنيه. معايا بسم الله الرحمن الرحيم بردك، معايا عرض تاني بردك او رابع ما شاء الله. قص بردك زاجل من الزواجل المحترمة جدا، هفرجه لحضراتكم بردك اهوت. بسم الله ما شاء الله يعني مستويات، والله ما شاء الله يعني مستويات كويسة جدا. بسم الله ما شاء الله ده الذكر ان شاء الله، حمام قصير بردك وعلى ريشة واحدة ومتدبل، والوش ما شاء الله والعين مواصفات ما شاء الله يعني، من الحمام اللي هو والله العظيم مفروز يعني فرزة تمام يعني. ده معنا الذكر حضراتكم اهوت، الطيره ان شاء الله بردك الطيره بتاعته، بردك طيره محترمه جدا جدا، نفس التوب بردك، دي الطيره بتاعته ان شاء الله. ف حمام والله ما شاء الله عليه يعني، شغال عندي بالضمان. وانا بردك ببيع الحمام ده بردك عشان اللي فكر بس ان انا ببيعه مثلا عشان خاطر حاجه ولا لا، والله بس عشان ايه، قله بس فضايا ان انا مش فاضي بس ان انا ايه اراعي الحمام. انما حمام ما شاء الله مستويات قويه جدا، وحمام يعني انا بس نفسي بس حد ياخد منه قص ويقول لي مثلا الحمام ده ما حصاش عندي ولا في حاجه ولا معيوب في كذا. ما شاء الله اقسم بالله حمام كله على الفرازه. وبعدين الواحد مش محتاج يحلف يعني، مش حمام يعني تمنه ايه يعني، انا بضحي في حق الحمام كده عشان انا يعني مش هربي حمام. لو هربي، لو هبيع حمام واشتري حمام تاني انا مش هبيع الحمام بتاعي، لان الحمام بتاعي خلاص خد على مكاني ما شاء الله مطمن المكان وبينتج في المكان. وده ما شاء الله يعني القص بردك اقرب لحضراتكم بردك عشان تبقوا انتوا يعني شايفينه مظبوط. ده بردك مش مكانه، انا بصور في المكان دوت. ده الذكر قدام حضراتكم، حمام بس منه خايف. وحضراتكم مش محتاج ان انا اوصف لكم الحمام، حمام قدام حضراتكم اهوت
احنا بس كنا حمام بس مش لافف، فهو دي الطيرة اللي هي هنا ديت، ده الدكر قصدي، وما شاء الله الطيرة. انا مش عارف اصور لكم القص ده عشان القص ما شاء الله مشاكل شوية. فالقص ده اخره 150 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا برضك عرض تاني، ده قصين ان شاء الله بازات بلوميات من الحمام ما شاء الله، المستويات العالية، المستويات المحترمة جدا، منتجين برضك عندي. ده ما شاء الله قص ابيض بلوميات ما شاء الله من الحمام المحترم جدا. القص ده معاه زغليله ما شاء الله، بردك زغليله موجودة معانا هنا بردك، وعندي بردك القص الأحمر بلوميات ده ما شاء الله بردك، بردك معاه زغليله، فما شاء الله بردك يعني بردك بعتبر أنا بضحي بردك بالحمام ده والله العظيم، يعني عشان ده مش تمنه، بس أنا بردك يعني إيه بردك عشان خاطر بردك إيه هنتكلم دغري. فاللي هيجي لو هياخد الحمام والله كله على بعضه يا ريت هياخد حمام كله شغال. ده ما شاء الله اهوت، دي الطيرة ما شاء الله، وده الدكر بتاعها ما شاء الله، وده الدكر اللي هو على الشمال دوت، ودي الطيرة بتاعته، وما شاء الله ده القص ده معاه زغليله، والقص ده معاه زغليله برضه. بردك سعر نهائي في القصين دولت بزغللهم 300 جنيه، وحمام ما شاء الله بالضمان، حمام محترم جدا، حمام نظيف زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. القصين دولت ما شاء الله معاهم زغللهم، انا اللي هاخد القصين دولت ما شاء الله، القصين الزغلين بتاعتهم موجودة معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، القص ده بردك قص من احسن القصص اللي عندي، ده اقسم بالله العظيم الحمام ده كله والله العظيم انا مش متقله بفلوس، يعني انا مش القصه معايا، مش لو انا بتقل الحمام ده بفلوس، انا الحمام ده انا بحبه اكتر من الفلوس اللي انا ببيعه ده، بس والله لظروف خاصه، انما اقسم بالله العلي العظيم حمام مستويات قويه، بس حمام مش عارف اجيب لكم وشه على اساس ان انتوا بردك تشوفوه صح. حمامك منه صاحب حصاه، ف مش عارف اصوره لكم. حمام شغال عندي بالضمان يعني، ده دكر ما شاء الله، دكر من المستويات القوية جدا. القص ده برضك يعني والله العظيم الناس بتتكلم في حمام زي ده كده اقسم بالله ب 500 وب 600، بس القص ده اخره معايا 200 جنيه لان قص مستواه قوي جدا. انا مش عارف اجيب لكم وش الحمام، بس حمام مش محتاج والله فرج. حمامة يتجنن عشان بس سايب الحصى بتاعه، ف فعايز يخش جوه. مش عارف اصور الحمام، هم القص ده يعني مطلوب فيه 200 جنيه. دي الطيرة، ده الدكر اللي هو مدينا ظهره، بسم الله الرحمن الرحيم، ده قص بردك
خلاص من الزواج المحترم. دي الطيرة دي برضك محصية، القص ده محصي، بس انا برضك بصوره لكم يعني بعيد عن الحصى بتاعه. ان شاء الله ده الدكر، دكر قوي جدا يعني. بس مشكلة ان الحمام باصص للناحية التانية، عايز الحموش يبص لكم كده. الحمام ده برضك معاه حصاه حصي برضك، عم ما شاء الله كله شغال بالضمان. يعني ما شاء الله شوية زواجل محترمين، ولو حد جه خدهم على بعضهم برضك كان عندي مثلا ما شاء الله 12 قص شغالين. لو جه حد خد الزواجل على بعضها يعني ما شاء الله شوية حمام كلهم شغالين بالضمان. مش عارف اصوره. ودي الطيرة بتاعته. ده اخره برضك 150 جنيه. ممكن واحد يقول لك مثلا انا ممكن اشتري قص مثلا من ده من السوق ب 80 جنيه وب 100 جنيه وب 120، بس انا بتكلم في القص ب 150 جنيه. انا معلش الحمام اللي عندي انا عارف ان حمام ما شاء الله مضمون وحمام شغال وحمام نظيف، ولو لا قدر الله في حاجه في اي حاجه في الحمام انا الحمام بتاعي. يعني لو حد خد مني حمام وطلع فيه اي حاجة الحمام يلزمني تاني، لان الحمد لله ما شاء الله انا ضامن الحمام بتاعي ما شاء الله. يعني الحمام ما شاء الله بصحة كويسة، وحمام زي ما انت حضراتكم شايفين كده الحمام بسك منه مش مطمن للمكانك ان انا بصوره في مكان تاني، فهو مش واقف ومش واخد عدلته. يعني الحمام ما شاء الله الدكر واقف عاوز يقطع السلك ويعدي من الناحية التانية. زي ما انا قلت لحضراتكم الحمام ده القص ده عامل 150 جنيه. هما تقريبا اللهم صل على النبي 12 قص زواجل من المستويات المحترمة جدا. القص اهوت، الدكر اهوت، ان شاء الله ضرب العين ووش والصدر حمام ما شاء الله. يعني حمام انا بطيره عندي حمام ما شاء الله والله العظيم. بس طبعا مش هيلزم حد ان هو ياخد مثلا قص من ده لما يكون مثلا ايه هياخد مثلا زغليل وطياره. بس حمام ما شاء الله يعني دماغه نظيفه جدا. انا برمي زغليلهم والله العظيم من اماكن ما شاء الله، يعني مش اماكن بعيده. القص ده اخره 150 جنيه.